السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد في وصفة جديدة. اليوم بإذن الله سأقدم لكم وصفة الحلزون. الحلزون بمجموعة من الأعشاب، وصفة صحية لذيذة وشهية. إذن سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير هذه الوصفة. قبل ذلك أود أن أرحب بكل المشتركين الجدد الذين التحقوا بالقناة، أقول لهم أهلا ومرحبا بكم. إذا نبدأ على بركة الله. أولا نقوم بتنظيف الحلزون جيدا، نقوم بغسله عدة مرات حتى نتخلص من جميع الشوائب والأتربة التي تكون ملتصقة به. إذا لاحظوا الآن الشكل، ثم نمر الآن إلى الأعشاب المرافقة لهذه الوصفة. إذن كما تلاحظون معي، لدي هنا مجموعة من الأعشاب. لدي الزعتر، ثم لدي أيضا الزعتر البري المسمى بزعترة. لدي أعواد من عرق السوس، سأستعمل قشر برتقالة. لدي الكمون والقليل من الشمر واليانسون، ثوم، الملح، وبذور القزبرة مطحونة، ولدي حبة فلفل حار، وسوف أستعمل أيضا أوراق الغار، ورقة سيدنا موسى. دائما الأعشاب تبقى حسب الرغبة، يمكنكم استعمال فقط الأعشاب التي تفضلون. إذا نمر الآن إلى طريقة الإعداد. في طنجرة نقوم بوضع الفلفل الحار، قشر البرتقال، ورق الغار، ثوم، الملح، وبذور القزبرة مطحونة، أعواد عرق السوس، ثم الماء. إذن كمية الماء تبقى حسب كمية الحلزون التي لدينا. إذن الآن في ثوب نظيف نقوم بوضع باقي الأعشاب، الزعتر، الزعتر البري أو زعترة، ثم اليانسون والشمر أي حبة حلاوة والنافع، ونضع أيضا الكمون، نقوم بجمع هذه الأعشاب كما ذكرت في ثوب نظيف، ثم نضعها في طنجرة. نشعل النار ونضع الطنجرة على النار، عند درجة الغليان نقوم بإضافة الحلزون. بسم الله، نسمي دائما الله على بركة الله. نضيف الحلزون، ثم نحرك المكونات جيدا، دائما نستمر في التحريك. ولكي نعرف أن الحلزون أصبح جاهزا للأكل، إذا دائما نقوم ونجرب، نأخذ بضع حبات من الحلزون، فإن
قمنا بإخراجها بسهولة من القوقعة، فهذا دليل على أنها أصبحت جاهزة. إذن لاحظوا، سأجرب معكم. إذن لاحظوا، تم إخراج الحلزون بسهولة من قوقعته. إذن فالآن أصبحت جاهزة. أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة. مع السلامة.